جرائم الانتحار اللي زادت بشكل كبير جدا على حاجات يعني عبيطه جدا. يعني مثلا على سبيل المثال من اسبوع كان في مثلا بنوته بعتت لبابا يعني باباها اشتكت من موضوع معين حصل مش عارفه عمها او ابن عمها عكسها باباها ما صدقش راحت انتحرت. الانتحار بشكل يعني متكرر الفتره الاخيره دي عشان برضو يبقى يعني عملوا حاجه ولا ده ايه بالظبط؟ لا اطلاقا. بص حضرتك الانتحار ده قصه مختلفه خالص. ليه؟ لان العامل المفجر للانتحار بيكون عامل ضعيف مش هو الاساس. الأساس إن اللي بينتحر ده ما عندوش قدر من الصلابة النفسية في مواجهة الأزمات. يعني تلاقيه إنسان دايما طول عمره واقف على رجليه بيواجه المشاكل وبيقابل إنما نتيجة الضغوط مش قادر يتحملها بيجيله بما يسمى بخور الأعصاب خلاص. فالعامل المفجر ده قد يكون أضعف العوامل والمواقف اللي هو قابلها في حياته. جميل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين غالبا بيكون مصاب بمرض نفسي. يعني عندنا مثلا ديبريشن أو زوال الهوس الاكتئابي 20% من المصابين بيه بيقدموا على عمليات انتحارية تنجح ولا تنجح. ناس ثانيه يبقى عندها وسواس قهري، صوت في دماغه طول الوقت موت نفسك، احرق نفسك واحرق البيت كله اللي انت فيه. لطيف. لا موضوع الانتحار هو مختلف، خلينا نحكي دخلنا فيه شوي. انما في البعض بقى يستغلوا دلوقتي كترند، يعني شفنا عمليات انتحاريه دلوقتي في البث المباشر. ده اللي انا كنت بتكلم فيه. بالظبط كده. هو ترند، ما هو عارف حاله رح يموت الا اذا بحاله عارف حاله انه اذا عمل حركه معينه بهدف انه يقتل حاله رح ينجح عشان ياخد المكاسب. ما هو محتاج المكاسب بتاعته. اللي انت اشرتي لده. وقبل الهوا معالي الدكتوره قالت معلومه كانت حلوه قوي، ان في تحديات موجوده على الانترنت بتاخد ترندات وتؤدي للانتحار. زي تحدي كتم النفس اللي بيعملوه بس مباشر، ويعرض هو شاف نفسه كتم نفسه. احنا بالفعل ناقشنا في المدارس بتاثروا فيها، عملت مشكله كبيره. جبنا حد كان دكتور معانا برضو عمل توعيه كبيره جدا لكل الاطفال عشان لما يتحطوا في الموقف ده. ارجع لك بقى تاني، احنا بما اننا احنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي دايما على طول قاعدين على الفيسبوك، ونطلع من الفيسبوك نطلع من ندخل على انستغرام لفيسبوك على طول، احنا على طول منتشرين. طيب نعمل ايه عشان ما نشجعش كل الترندات اللي بتطلع دي وما لهاش فعلا لازمه ولا ليها معنى ولا ان هم فعلا يستحقوا ان هم يبقوا ترند؟ واي احنا محتاجين نبقى واعيين. طول ما في ناس بتنزل تنشر وعي عن طريق بقى السوشيال ميديا برضو، يعني احنا بنستخدم نفس الوسيله اللي بتوصل الترند ده ان احنا نوعي الناس. فبدل ما هنعمل ترند نعمل اكتر فيديوز توعي الناس. لا، قلل استخدامك كل الابلكيشنز المتاحه عندك. طب نعمل ايه مع الاطفال وهم اصلا سيكينج اتنشن؟ يعني هم دايما بيسعوا للفت الانتباه، لان بفطرتنا احنا كلنا، طبعا الدكتور هنا يعني يضيف معايا او يعدل عليا، احنا بفطرتنا كلنا بنسعى للفت الانتباه. ليه؟ لان احنا بنسعى للاهتمام، بنسعى ان احنا نتحب. طبعا عشان نتحب لازم نبقى ايه؟ ملفتين. طبعا ما انا لازم ابقى ملفت، عامله حاجه مختلفه فتحبيني. فبتبدا مع الطفل من وهو صغير يعمل ايه؟ يلفت انتباهك. يلفت انتباهك ان هو ممكن يكسر لك فاز موجود على ترابيزه. انا موجوده او انا موجود. انا هنا. يعني هي بتبدا من الطفوله اللي هي لفت الانتباه في الاول. بتبدا من اول ما الطفل بيتولد ان هو عايز يلفت نظر مين؟ مامته. انا موجود دي ان هو ممكن يبوسها ويحضنها، وعلى حسب طبعا التركيبه والتفاعل والجين وحاجات كتير جدا طبعا وطريقه تعامل مامته معاه. بس لفت الانتباه موجود. احنا بنعمل ايه بقى لو احنا هنتحكم في حته صغيره عشان نقدر نكونترول مع الاطفال؟ بيبقى في ابلكيشنز بتتوصل بموبايلات الام تقدر هي تمنع انواع معينه من الابلكيشنز ان هي توصل على الموبايل او التابلت الخاص باولادها. فاحنا هنا بنحد من جزء من الترند ان هو ما يوصلش لاولادنا الصغيرين. خمس وست سنين اوكي. صعب بس في اعمار معينه صعب انك انت تمنعي عنهم اولادك انهم يشوفوا. لو انا مثلا انا منعت بنتي او فهمت انه ماما في كذا 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 ما بيصير تشوفيه، ممكن تروح عند صاحبه ثانيه بالنسبه لها امها مش دايره بالها. فانت بدك تحطي هالقيم والاخلاق هاي وبرضه توعي اولادك، بس انت ما بتضمني اللي حواليهم. هلا بدي بصراحه اسال سؤال لكم انتوا الاثنين اذا بتسمحوا لي. بالنسبه للهوس للشخص المهووس بالسوشيال ميديا، بتعرف في مرات بيكون كابلز وازواج قاعدين مع بعض، بتلاقي الست الزوجه مثلا قاعده بتصور الاكل، ما بيكون في كوميونيكيشن او تواصل بينها وبين زوجها، والعكس صحيح. وهذا الشيء ممكن لا سمح الله يؤدي للانفصال بالذات لما يزيد عن حده. فبهاي الحاله كيف ممكن احنا نساعد؟ مثلا انا خلينا نحكي زوجي او مثلا ارتبعت اي شخص موجود عندها هذا الهوس او عنده هذا الهوس. بص المثل في مصر بيقول ابعد عن الشر غنيله كلنا. مظبوط يا دكتور. نغنيله. يعني ايه نغنيله؟ يعني احنا هنحاول بقدر الامكان يبقى استخدام الانترنت حسب الحاجه. يعني انا بستخدم الانترنت كتير بس حسب الحاجه ازاي؟
هطلب عربيه مثلا في ابلكيشن، هحجز في اوتيل، داخل اجيب معلومه، عاوز اسمع حلقه فاتتني في التلفزيون فباخدها مع اليوتيوب، دي اللي هي حسب الحاجه. أوكي. يعني لازم ندرب نفسينا كل اعضاء الاسره ان النت دوت ده وسيله للتعايش السلمي مع الحياه ولمساعدتنا ان الحياه تتسهل مش لصعوبه الحياه. مفيش حاجه اسمها مواقع تواصل اجتماعي، دي بقت مواقع تباعد اجتماعي. مفيش حاجه اسمها بقى انا قاعد في الاوضه خمس افراد قاعدين وكل واحد قاعد ماسك الموبايل، ما ينفعش. ده حتى في الكافيهات تروحي دلوقتي ثقافه الكافيهات تلاقيه مشغل شاشه ومشغل سماعات غير اللي في الشاشه، وكل واحد ماسك موبايل، قاعده كل واحد ماسك موبايل ملوش دعوه لا بالشاشه ولا اللي بتسمع ولا بيسمع اللي جنبه. فبقينا جزر منعزله. لازم يبقى في سلوك الانسنه، علاقه الوجه للوجه، نرجع نكلم بعض زي زمان، ناكل لقمه مع بعض، نتفرج على التلفزيون ونشوف الموروثات القديمه بتاعتنا والافلام القديمه. الترابط الاسري بتاع زمان اللي هو بيبقى الجو، الجو الاسري. ما فيش حاجه اسمها مثلا انا داخل اوضه النوم اشغل النت، انا يبقى التليفون معانا برضو كل حاجه. أوكي. بس لازم يبقى في لحظات صمت، ده مهم قوي. نحترم ده الاب والام قبل الاولاد، لان الاب والام لو منعوا نفسهم قدوه لهم طبعا، هم اللي علموهم حاجه زي كده والماضي بالظبط. ودايما احنا يعني انا بعمل ايه مثلا، يعني احنا راكبين عربيه مثلا ما فيش حاجه اسمها كل قاعد بيلعب على الموبايل، تاملوا في البيوت وفي الشوارع وفي الناس وشوفوا فلسفات الحياه، نحكي نحط اغنيه بنرقص مع بعض عليها ونغني فيها، هي اشياء بسيطه اللي كانت تبسطنا للاسف. الدنيا البسيطه، رايحين نزور مثلا تيتا ولا رايحين نزور جده وجدته، يعني دول ناس خلاص مروحين، فنحاول نشبع منهم شويه. ما فيش حاجه اسمها انا رايح اقعد العب على الموبايل، يبقى لما نروح عند جده مثلا ما فيش حاجه اسمها موبايل. ده مهم. وخد بال حضرتك بقى، طول ما انت شغلتي وقت ابنك ما عندوش فرصه يمسك الموبايل. يعني جربي دخليه مثلا نشاط زي الكشافه، بياخدوا منه الموبايلات، بيقعد بقى يطبخ ويمسح ويكنس ويتعلم النظافه والحاجات دي بقى بتبث في الاطفال بعد كده ثقه بالنفس. غير ثقه بالنفس ان هم كمان يتعودوا على كده، ما يبقاش عنده مرض بالتليفون بالظبط. يعني ما عندوش ارتباط شرطي باي حاجه، مثلا اخد التليفون دي أيوة. بتاهله بعد كده ان هو يبقى عادي مش ادمان، وتاهله بعد كده انه ممكن يخش في ادمان اي ماده مخدره او تدخين. لان خلاص بقى عنده اعتماديه، بقى بيعتمد على حاجه تطلعه من الحاله النفسيه. فبيعلى بعد كده الافيه بتاعه، بيعلى بيخش في الادمان المخدرات بعد كده هو. فمهم جدا يبقى في سلوك الانسنه، ممارسه نشاط. طول ما ابنك قاعد مش فاضي وبيرجع البيت ينام من كتر الهده اللي هو فيها من اللعب والخروج والتعامل مع اصدقائه، بقى كائن اجتماعي وانسان بيتواصل مع الناس، طول ما هو اوتوماتيك هيبعد عن الترند وعن السوشيال ميديا الاخر الكلام ده. دي نقطه مهمه جدا. هرجع بقى لنهال. نهال، طب انت وجهه نظرك، او انت مثلا بتقولي رساله هنا لكل مثلا الامهات والاباء، ان انتوا ليكوا دور كبير جدا في استخدام التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او انستجرام او تيك توك اللي بقى منتشر بشكل كبير جدا. وفعلا زي ما رندا قالت، كل الهدف من الفيديوهات اللي بتتعمل لازم تجيب ارقام كبيره عشان ابقى انا متشافه او انا اشتهر. الام والاب هنا بقى دورهم ايه؟ لان فعلا من سن 3 4 سنين بقى خلاص الطفل ده عنده ادمان بالموبايل. لو الام زي ما الدكتور قالت هي بدات كرول موديل، لان هي القدوه اللي موجوده في البيت، تحد من استخدام الموبايل وهو بيندهها تسيب الموبايل وترد عليه، هتفهمه ان في اولويات. تبدا في نفسها، لان اي حاجه بتبدا من هنا. طبعا لازم اهتم بنفسي وانا اكون مثال صح لكل شيء. ما انا ما ينفعش اقول له سيب الموبايل والتابلت وانا طول النهار قاعده مش قادره اسيب. طيب بعد ما اعمل كده لازم ابقى مدركه ان محدش بيصور خبته. صح. يعني كل الحاجات اللي بتبقى موجودة هنقول إن 80% منها هبل، بتبقى مش حقيقية. لو احنا بنتكلم إن هو ترند، حاجة موجودة، الناس اللي طول النهار عايشة على الجزر و و و واللي بيجيب مين يغني لمراته في عيد ميلادها واللي بيعمل إيه الحاجات اللي موجودة، حتى الترند الأخير طبعا. لما حصل الترند الأخير إنه في واحد جاب يعني مغني مشهور وائل جسار غنى أغنية جميلة جدا بالظبط، أنا نفسي كنت عايزة أصدم لما شفت الفيديو. كلنا احنا عارفة وقفنا كده بجد، أنا عيد ميلادي اللي جاي، عارفة هي التربية لو كبرت شوية الست بتفرح. ما المشكلة لا مش بس هيك، كان ممكن يعملها لإلهم لأنه هذا إشي سبيشل. بطلت الناس تفرق بالخصوصية، صار كل شيء مباح على السوشيال ميديا بالزبط. عارفة عشان هي جزء منها. تفضل يا دكتور. لا خلاص أنت بتقولي أحلى كلام. حبيبي ربنا يخليك يا دكتور. الحتة هنا بتبقى دايما إيه، إن الست بتبقى ايموشنال اكتر، عاطفيه اكتر، فبتميل ان هي كمان عايزه تتبسط وعايزه تتدلع. على فكره هم بيدلعوا، ما بيجيبوا وائل جسار زي احمد عز. سؤال بقى من هنا، انت قلتي كلمه حلوه جدا، انت قلتي ان هو برضو الراجل يعني هو دلعها جدا في الفيديو ده وجاب لها ورضاها. ماشي حلو، رضاها جامد جدا قوي. احساسي ان انا عايزه ابقى دايما متشافه، طب ما انا معايا جوزي وان انا قاعدين في مكان وبناكل سوا او هو بيحتفل بعيد ميلادي، طب هو ايه لازمتها ان انا ابقى يعني ابقى عندي يعني حب ان انا
اطلع والناس كلها تشوفني، ده بيبقى مثلا يعني نقص او نوع من انواع الامراض النفسيه، ان انا ابقى دايما متشافه. طب ما هي عندها يعني جوزها معززها جامد جدا جدا، ويعني عمل لها عيد ميلاد حلو وجايب لها مغني كبير، هنا بقى ايه؟ لو هياخد جزء هنا من المنتل هيلث، ازاي الواحد بيهتم بنفسه، والست تحديدا ازاي بتهتم بنفسها، ان اي حاجه هي شايفه ان هي محتاجاها من بره هي تقدر تديها لنفسها. طول ما هي مقدره نفسها ومحترمه وجودها وعارفه ان انا ذات قيمه بدون اي شيء، الحاجات دي هتبقى مؤثرات خارجيه، مكملات اتعملت او ما اتعملتش هي مش مشكلة. مستكفية بالكل اللي حصل ده، مش مستكفية، عايزة أكتر. عشان هي دي النقطة، لو إحنا بقى هندخل كمرض نفسي أو لا، هنا هنرجع لدكتور وليد. وليد محتاجين منه المعلومة المفيدة لينا كلنا. هو في ناس بيبقى عندها انخفاض في السيلف كونسبت أو في مفهومها نحو ذاتها، فعندها شعور بالنقص، فمهما اللي قدامنا أنا عطلها بتحاول إن هي تاخد تعزيز من جهة خارجية علشان تشبع عندها السيلف كونسبت أو مفهومها نحو ذاتها. ده نمرة واحد. يعني نمرة اتنين، حضرتك إحنا دايما كنا بنقول اللي داخل البيت يا حاسد يا فاسد. دلوقتي ما فيش حد بيخش البيوت، البيوت هي اللي بتطلع بره، فبقينا عايشين في بيوت من غير ابواب ومن غير اسوار. لازم الناس تفهم ده، لازم تفهم معنى الخصوصيه. في حاجات مش موجوده في الكتب، انها موجوده بخبرات الحياه والعادات والتقاليد. طبعا خبرات الحياه علمتنا كل ما كان عندك مساحه من الخصوصيه، كل ما كان معدل الاستمتاع بتاعك بالحاجه اللي بتعمليها كان اعلى، لانها مش متشافه. داروا على حوائجكم في الكتمان، يعني حتى الاشياء الحلوه اللي بحياتنا، سواء كان عن طريق السنة النبوية الشريفة أو عن طريق كمان أشياء معينة وأقوال معينة، بقولك الأشياء الحلوة إذا بتحكي عنها بتخرب. فالواحد يستمتع بالأشياء الجميلة بحياته دكتور، بدون ما ينشرها على السوشيال ميديا. في الحاسد، في اللي مش قادر يأكل، في اللي مش قادر يعمل ربع اللي عم بنعمل، بصير في كمان تحدي وخراب بالبيوت بين الستات. الستات إحنا منغار، يعني قد ما يقولك لا أوكي ممكن ما أغار من فلانة، ممكن أغار على اللي عندي، ممكن طبيعة يعني بشرية، في طبيعة بشرية بتفكر إنه هذا هي الحياة الصح. لا، البيوت مش هيك. بص حضرتك، كل واحد يركز في ورقته. بالظبط، عينك بورقتك. كل واحد يركز في ورقته، كل واحد يشتغل على نفسه. يعني انا بحب، انا عمري في حياتي ما بعت رساله للاخر، انا طول عمري شغال على نفسي. يهمني وليد بتاع النهارده يبقى احسن من وليد بتاع امبارح، مش احسن من جاره ولا احسن من قريبه. فكل واحد يشتغل على نفسه ويركز في نفسه ويطور ادائه، ولو عنده مشاكل في حياته يشتغل عليها ويطور من نفسه ويرقى بالصدع ويسد الثقوب، يحاول بقدر الامكان يدي نفسه صورة ذهنية كويسة مع شريك الحياة مش مع الآخر. أنا عاوز أقول لحضرتك، كان في ناس على صفحتي مثلا على السوشيال ميديا بحترمها جدا، لحد ما لقيتها طالعة مثلا بالسوق العربية ومشغلة كاسيت وعمالة تعمل كده وعمالة تعمل، الله إيه اللي حصل؟ يعني ما انت كنت راسية وجميلة وبنتناقش بالفكر. يعني في ناس حتى بقت تقع مني أنا شخصيا لما حطت نفسها بصورة غير مرغوبة. فأي حد يأتي بأي سلوك على السوشيال ميديا يسأل نفسه سؤال، ده إضافة ليا ولا بينال مني؟ بينال من كياني، من كبريائي، من حيائي. ودي بال حضرتك، سيدنا موسى لما طلب ايد اللي هيتجوزها وقال لابوها اجرني ثمانيه حجج، فضل شغال عنده 10 سنين. طب كان مقابل ايه؟ شاف فيها ايه مش في الستات يعني؟ قال لك اذ وجد احداهن تمشي على استحياء، يعني لقى فيها الحياء. هذا الحياء خلاه يشتغل اجير 10 سنين. اللي احنا مفتقدينه دلوقتي بشكل كبير جدا. وهو شعبه من شعب دكتور وليد، انت نورتنا. واستاذه نهال، انت نورتينا. ان شاء الله نتكلم فيه يعني تفاصيل كتير، احنا يمكن ذكرنا منها بعض الاشياء، ان شاء الله نعمل لها حلقات وحلقات عشان تنورونا. بالضبط. ان شاء الله فهو هنا.